السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعاتي الغاليات ومتتبعيني الأعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله، أنتم وأهلكم وأحبابكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غنقدم لكم مخنفر كيف كيجي. كيجي رائع وسهل وكينجح من أول تجربة، تبارك الله. كيجي ما نقولش لكم مشهد وخفيف، يعني غير جربوه إن شاء الله راه غادي يعجبكم. وبمكونات اللي بسيطه، وكيف قلت لكم ناجحين من اول تجربه حتى للمبتدئات. انتم كيفاش كيجي؟ كيجي غزال. وما تنساونيش بجيم، والناس اللي كيزوروا القناه اول مره كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ساره ام هدايه. نتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد للقناه. وغنبداو على بركه الله المقادير والطريقه ديال هاد المخنفر هذا. ودابا غندوزو على بركه الله باش نعطيكم المقادير ديال هذا المخنفر هذا. كنحتاجو لهنا الجبانيه ديال السميده الرقيقه، يعني السميده الرقيقه اللي كتكون ديال الحلوى. عندي هنايا جبانيه ديال الفورس، يعني نفس الجبانيه اللي غنعبروا بها، اولا كاس ولا لا باش ما بغيتو تعبروا، يعني اللي غتعبروا بها السميد هي اللي غتعبروا بها هاد الفورس، هي اللي غتعبروا بها الماء. يعني عندنا جبانيه ديال السميده مع جبانيه ديال الفورس مع جوج جبابن ديال الماء. الا كنتو غديروا كاس غديروا كاس كاس وجوج كيسانت الماء. المهم هذا هو القياس. يعني اي جبانيه غتعبروا بها غتعبروا بها كلشي. عندي هنا واحد الخماره، عندي واحد المعلقه ديال الملحه صغيره، عندي هنا معلقه كبيره يعني ماشي عامره بومبيه ديال السكر ثاني، دي يمكن لكم ديروا العسل في بلاصتو. وعندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. وكيف شفتوا عندي هنا الماء جوج جبانيات، يعني بارد كندير غير ما بارد، راه دابا الحال سخون، يعني ما كيحتاجش انك ديري نهائيا ما سخون، يعني غير من الروبيني انا استعملته. صافي غندوزو على بركه الله الطريقه. بسم الله. كناخذوا هاد جبانيه الماء كنديروها في داك البول ولا داك الجبانيه فاش غنخدموا. كنديروا على الجبانيه الثانيه، يعني جوج جبابن ديال الماء. غنديروا هذاك السكر سنيده مليحه. ودابا غناخذوا هذا الفورس مع هاد، كيف قلت لكم العبار غتعبروا باش ما بغيتو، المهم غيكونوا بنفس الحاجه اللي عبرتو بها هي اللي غتعاودوا تعبروا بها كلشي. وعندي هنايا واحد المعلقه ديال الخميره عامره مزيان، وكيف شفتوا راه قلت لكم دايره الماء بارد، يعني ما دايرهش الماء سخون. صافي دابا غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان غير بالمعلقه ولا بهاد الطراب ديال اليد حتى كتنسجم لينا هاد العناصر مع بعضياتها، وعاد باش غنطحنوهم ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما خلطت هاد الخليط مزيان بهاد الخلاط تاع اليد، يمكن لكم كيف ما قلت لكم ديروا غير بالمعلقه. دابا كناخذوا هاد البغاميكسور اولا نديروا مولينكس وكنخدموه كنطحنوه مزيان ونرجع معكم. يعني كيف كتشوفوا ضروري كنطحنوا هذا الخليط هذا مزيان، اما بهذا البغاميكسور كيف ما قلت لكم ولا بالطحال الكهربائي بالكاس مولينكس. المهم كطحنوا باش ما بغيتو نتوما. صافي من بعد ما غنكملوا غنديروا ان شاء الله باش يخمر. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما طحنت هذا الخليط مزيان، غير تبعوا ان شاء الله راه غادي ينجح معكم، يعني ولو حتى المبتدئات ان شاء الله راه ناجح. دابا كنغطيو عليه وكنحطوه على جنب حتى كيخمر، ومن بعد ما غيخمر ان شاء الله نتلاقى بكم باش نوريكم الطريقه ديال الطياب ديالو ان شاء الله. انتما كيف كتشوفوا المخنفر من بعد ما خليته خمر، يعني كيولي بهذا الشكل هذا. صافي هذا هو القوام ديالو من بعد ما كيخمر. دابا في هذه الاثناء انا درت المقله كتسخن، ودابا ان شاء الله غندوزو باش نطيب معكم هذا المخنفر. الصراحه كيجي رائع، كيجي غزال، غير تبعوا معايا ان شاء الله الفيديو وغادي ينجح معكم. حتى اللي ما عمرها ما صيبته ان شاء الله بهذه الطريقه، يعني غتنجح مليون في المئه، غير تبعوا معايا كيف ما قلت لكم. غندوزو دابا ان شاء الله باش نطيبوا. كيف كتشوفوا المقيله من بعد ما سخنات، كناخذوا الزيت وكندهنوا
بهذا الشكل هذا، يعني ضروري كدهنوا بالزيت. صافي، وكناخذوا واحد المغيرفه بسم الله وكنوزعوها. بهذا الشكل هذا وكنخليوها طيب. صراحة كيجي خفيف وكيجي مهوي، كيجي رائع، يعني غير جربوه ان شاء الله راه غادي ينجح كيف ما قلت لكم. ولو اول مرة غتجربيه كيجي مشهد تبارك الله، وكيجي لذيذ في المذاق وسهل، يعني ما كيحتاجش شي مجهود باش تحضريه، ساهل في التحضير. هانتوما كيفاش كيتقب بحال شكل البغرير، كيجي تبارك الله مشهد. صافي كنخليوه حتى كينشف تماما، يعني دوك الفقاعات كاملين كيتحلوا وكينشف لينا من الفوق، وانا في هذه الاثناء راه ناقصه العافيه، يعني ما مجهداش العافيه حتى كيطيب ليا كامل من التحت، يعني كينشف ليا الوجه ديالو عاده باش كنقلبو. صافي دابا بسم الله، ما كنوركش عليها، يعني غير كندورها ما موركاش عليها. باش كتجيني محمره وزوينه. دابا غنعاود معكم وحيده اخرى كيف كتشوفوا، يعني كندهنوا غير في المره الاولى بداك الزويته وكنحطوا ديك المغيرفه. انا كنبغيه شويه يكون رقيق، نتوما كيبقى لكم الاختيار، الا بغيتوا غلاض من هكا كيبقى لكم اختيار. المهم انا هذا هو القياس اللي كنبغي، كنبغي يكون شويه رقيق. صافي وكنخليه حتى كينشف ليا من الوجه ديالو تماما. صافي وكنقلبوا على الجهه الاخرى. صافي وكنخليه حتى كيتحمر وياخذ ليا داك اللون المذهب، وصافي وغادي نحيدو ونكمل بنفس الطريقه ان شاء الله حتى نكمل كاع المخنفر اللي عندي. تشوفوا المخنفر من بعد ما كنبدا كنطيب فيه، كنولي كنطيبو وكنحطو في واحد الكراس. هانتوما تبارك الله كيجي غزال، كيجي رائع الصراحه. هانتوما يعني كيجي زوين بزاف، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه، يعني ناجح. كيجي مشهد وكيجي خفيف تبارك الله، كيجي خفيف يعني كيف ما قلت لكم. ودابا غادي ندوز ان شاء الله باش نحطو في طبق التقديم، ونتلاقى بكم من بعد ما غادي نحطو ونقادو. يمكن لكم تدهنوه بالعسل والزيت، ولا يمكن لكم تقدموه حتى اللي بغاه يدهن اللي بغاه، يعني كيبقى لكم الاختيار في ديك الساعه اللي بغيتوه. هو الشكل النهائي ديال المخنفر ديالي من بعد ما كيوجد، كيجي على هذا الشكل الصراحه، كيجي رائع ولذيذ، غير جربوه ان شاء الله راه غادي ينجح معاكم. كيجي رائع كيف ما قلت لكم، وكيجي خفيف وكيجي حسن من البغرير صراحه. انا كيعجبني على البغرير، يعني غير جربوه ان شاء الله راه غادي يعجبكم. وما تنساونيش بتعاليقكم الغزالي اللي كتحفزني وكتخليني ان شاء الله حتى انا نعطي احسن ما عندي. وما تنساونيش بتشجيعكم ليا بجيم، والناس اللي مازال ما اشتركتش في القناه كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا ان شاء الله بكل جديد. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم وبارطاجوه مع الحباب ومع الصحاب باش تزيد ان شاء الله القناه تكبر. والى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله، والى وصفه اخرى ان شاء الله.